استاذ حمو زي عادتنا كل سنه وكل ماتش بين الاهلي والزمالك تتوقع ايه اللي هيتم النهارده؟ باذن الله يا استاذ احمد 2-0 للاهلي. 2-0 للاهلي. اشكرك محمد شريف وحسين الشحات. في الدقيقه كام؟ زي ما عودتنا. قول لي على رواتك وتكاتك وحركاتك. بقول لله كده الدقيقه 53 والشوط الثاني والدقيقه 78. اشكرك جدا. هياخد رقم 10 اللي هيجي لان هو اللي بيلعب. استاذ محمد نور تتوقع ايه النهارده ان شاء الله؟ انما 4 للزمالك. هم 3 بونت في الشوط 4 للزمالك 4 احنا هنجيب فيكم 4 بونت. يعني انتوا كزملكاويه هتغلبوا النادي الاهلي 4-0 مثلا؟ 4-1. قصدك ان احنا هنفوز 6-4؟ اللي هو مواجهه قفشه اكيد هتبقى احمد. هل النهارده هيكون في ادوار؟ استاذ احمد زكي تتوقع ايه النهارده في ماتش الاهلي والزمالك؟ ده مش لايف، ده فيديو هيطلع دلوقتي. تتوقع ايه؟ لا لا يفوز ان شاء الله. كام تتخيل؟ 2-0. ايش استاذ اسلام؟ كل سنه وانت طيب. الاول وعقبال هبه السنه الجايه ان شاء الله اتفرج معاك باذن الله. تتوقع تتوقع الاهلي هيفوز 1-0. الاهلي هيفوز طبعا. الماتش ده مش هيبقى فيه زياده عن جون جونين بيجيب. تمام. كام الاهلي كام؟ 2. حبيبي حبيبي حبيبي.